وللحديث عن تأكيد الناشطين في العراق استمرار اعتقال الحكومة الحالية لمتظاهرين منذ أشهر رغم وعودها السابقة بإطلاق سراحهم جميعا، وللحديث أيضا عن الانتهاكات المستمرة بحق هؤلاء المتظاهرين ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. أهلا بك سيد علي. بداية، يعني ناشطون أكدوا تنصل الحكومة عن وعودها بإطلاق سراح جميع المتظاهرين، بماذا تفسر هذا التأخر بإطلاق سراح المتظاهرين؟ الحقيقة أن المتظاهرين قد يعلمون أو لا يعلمون بأن القضاء العراقي أصبح مرتبط بالقضاء الإيراني. كلنا نتذكر أن إبراهيم رئيس اللي انتخب رئيس الآن هو رأس القضاء الإيراني، وزار العراق أكثر من 4 مرات، وفائق زيدان أيضا رئيس القضاء العراقي زاره حوالي 3 مرات. مع العلم في الدول التي يعني اللي بها أبسط أو تحكمها أبسط القوانين العدلية، رئيس القضاء حتى يتجنب اللقاء في وزراء ومسؤولين تنفيذيين يعني في بلده، فما بالك في بلد مجاور. ولذلك ما يسري على المتظاهرين الآن هو ما يسري على المتظاهرين في إيران. أي متظاهر ضد ولاية يعني خامنئي وضد خامنئي يعتبر محارب لله ورسوله، يعني ويستحق وفق القوانين القتل عندهم. ولذلك الحكومة الآن، ملف الحكومة يعني الحكومة، ملف القضاء والحكومة شيئين مختلفة. القضاء لا يستطيع أي شخص يتدخل به، لا من الحكومة ولا من الأحزاب حتى، لأن القضاء الآن مرتبط بالقضاء الإيراني ويعامل النشطاء والمعتقلين والمتظاهرين والمعترضين في العراق وفق المعاملة ما يعامل الباسيج والحرس الثوري. كل المتظاهرين الذين خرجوا والنشطاء في إيران عددهم 1500 قتلوا جميعا، والبارزين منهم سواء كان رياضيين أو غيرهم، أصرت ولاية الفقيه في إيران على إعدامهم. ولذلك على ثوار تشرين الآن أن ينتفضون ويعيدون الكرة من جديد. وللأسف يعني ما دمر ثورة تشرين هو الظن، حسن الظن بما تسمى بالحكومة العراقية. لا توجد حكومة عراقية تولد من رحم الأحزاب والميليشيات وتأتي بتوافق منها ممكن أن تفيد الشعب العراقي، وهذا أمر يعني منتهين منه. يعني ما هي نقاط القوة الحقيقية التي من الممكن أن تؤثر في هذا الملف، ملف المعتقلين، خاصة مع هذه المعطيات التي تفضلت بها؟ النقاط المهمة أن هؤلاء يستمرون باعتصاماتهم، يستمرون بتظاهراتهم، ويستمرون بمطالبة حقوقهم. كانت في فترة من الفترات جائحة كورونا قد أثرت عليهم، ثم ما الذي تحقق؟ يعني حتى الآن ما الذي تحقق هذا الأمر؟ هؤلاء الشباب يعني مستقبل الشباب العراق اليوم مستقبل ضايع. فعلى الأقل في ثورتهم وفي تحركهم يسمعون صوتهم للعالم، يفرضون حالة جديدة. نحن الآن في طريقنا إلى انتخابات لإعادة تدوير نفس الوجوه ونفس القتلة والمجرمين والفاسدين ماليا. كل هذا يحدث بسبب تراخي ثوار تشرين وابتعادهم عن النشاط والاعتصامات وسماحهم يعني حكومة الكاظمي. أنا أعتقد بأنه من أخطر الحكومات التي مرت على العراق منذ العام 2003. بدأت بعملية تجزئة وتمييع الحراك من خلال استمالة أعداد منهم، ومن خلال معالجة، ومن خلال توظيف، ومن خلال عمليات قتل. كل عمليات القتل ضد النشطاء الحكومة مشتركة بها، وتكذب بكل ما تقوله، لأنه الحكومة هي التي يفترض أن تحمي المتظاهرين. فالثقة بالحكومة هذه هي اللي دمر التظاهرات، وعليهم أن ينتفضوا. وأنا أرى الآن خلال هالأيام هاي نتواصل مع الأخوة في البصرة وفي محافظات الفرات الأوسط، أعتقد أن هناك تحضيرات جديدة
تبشر بخير إن شاء الله. في هذا السياق، يعني بالنسبة لوعود حكومة الكاظمي، هل تظن سيد علي أنها يعني باتت هذه الوعود تنطلي على أحد؟ هل أحد من المتظاهرين أو من العراقيين بشكل عام بات يصدقها الآن؟ للأسف في فترة من الفترات الكثير منهم صدقوها، وهو هذا اللي أصاب الانتفاضة العراقية في مقتله. الآن الوضع مختلف جدا. الكاظمي تخلى عن حتى عن الدولة حين يزور سرايا السلام أو بين قوسين جيش المهدي. الكل يؤكد الآن بأنه الكاظمي بايع، يعني بايع لجيش المهدي. الآن يعني الآن حصحص الحق وبدأت الأمور تنكشف، وما كان على الثوار تشرين أن ينخدعون بوعود وكلمات الكاظمي وخطاباته المعسولة. نواب في البرلمان سيد علي تحدثوا عن مساعٍ لإخضاع التشكيل الجديد لمجلس مفوضية حقوق الإنسان للتحاصص الحزبي والطائفي. برأيك ألا يجرد هذا التحاصص يعني هذه المفوضية من الغاية التي وجدت من أجلها، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق؟ وفق ما يسمى بالدستور العراقي، رغم تحفظاتنا عليه، لكن ينص الدستور على أن تكون هيئة حقوق الإنسان هيئة مستقلة تماما. لكن للأسف يعني حتى في الفترة الماضية حين تصدر تصريحات وتعليقات وانتقادات منهم لم تكن بالمستوى المطلوب، لأنه تصدر الاستهلاك الداخلي، وحين يخرجون إلى الفضائيات على الفضائيات الخارجية وفي مؤتمرات دولية وغيرها يستدعون، كانوا يحضرون حتى في جنيف، لم يظهروا أي شيء. الانتقادات اللي كانت تجري بيناتهم هي هدفها المزايدات بيناتهم، مزايدات انتخابية، عمليات تسقيط لحزب لآخر. المفوضية حقوق الإنسان في البرلمان العراقي هي بالأساس مقصرة 100%، والآن يتم تدميرها تماما لإفراغها من أي مضمون. ثم أن هذه المفوضية للأسف يعني تغاضت عن كثير، ولم كان هذه المفوضية بإمكانها أن تتقدم بشكاوي، يعني هي مخولة أن تتقدم حتى لمجلس الأمن وللأمم المتحدة، لكنها لم تفعل أي شيء من هذا. فقط تصريحاتها موجهة للداخل، لجمع الأصوات الانتخابية أو لمزايدات بين الأحزاب والمسميات الطائفية. نعم، إذن الناشط الحقوقي علي القيسي، كنت ضيفا عبر سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.